هتكلم الاول عربي، النبي عربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش هقول شعارات، ولكن طبعا اللي احنا شايفينه ده كله المعنى الحقيقي للسلام والانسانيه. والتجمع دوت كلنا، مش هتكلم كسفيره للسلام والانسانيه، ولكن هتكلم النهارده على ان التجمع ده فعلا معنى للسلام والانسانيه. كلماتي مهما اتكلمت فيها على الأب الروحي لينا كلنا للجالية العربية، وأقولها لسفير فعلا الأبوة الإنسانية الأستاذ أحمد المسيري، طبعا تعزينا لحضرتك، وده قمة في الإنسانية لما يكون هذا الشخص مر بظروف قاهرة، ولكن هو عارف كويس قوي انه المولد الاساسي لينا والطاقة الايجابية لينا. طبعا لو رحبت هرحب بالكل، الاستاذ طبعا القنصل والجميع، وطبعا ما ننساش طبعا امي الاستاذة سمر شعلان، وطبعا وكل الحاجات الحلوة اللي بتعملها للانسانية. والأستاذة عائشة، فين عائشة؟ دي الجندي المجهول يا جماعة، بجد أبلاص فيها بجد، صاحبة الضحكة اللي